والجزر الضاوي العمال، لكن يا ريت من يغني في الاغاني هذه ومن يرفعون شعارات العمال الان يغنوها في الفتره اللي يحتاج فيها العمل التونسي، والتونسي احوج ما يكون فيها العمل التونسي المنتهك في حقوقه المدنيه والاجتماعيه الاقتصاديه والاجتماعيه الى صوت يتكلم باسم العمال. نختم على زهر الضاوي، ألتقيكم غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. يلا الشاب جرب قوم بكلمة خاف شوفوا